السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ما هو سر التفاف اليمنيين حول الحوثي؟ طبعا أنتم ملاحظين معي كيف أصبح الحوثي اليوم رجل المرحلة في اليمن، ولديه شعبية طاغية بين أوساط الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا. والذي سيقول لي بأن الجنوبيين ما يحبوه سأقول له أنت كاذب، أقسم بالله أن أغلبيتهم معه ويحبونه، خاصة بعدما وجه أسلحته لمواجهة أمريكا وإسرائيل. هذا بالنسبة للجنوب. أما بالنسبة للشمال فقد إحنا بنشوف الملايين في كل جمعة كيف يتقاطرون على ساحات التظاهرات في اليمن، وهي التظاهرات التي تديرها من؟ تديرها حركة أنصار الله الحوثي. وهذه المشاركة غير المسبوقة في تاريخ اليمن، سواء كان الطقس مشمسا أو ممطرا، ليست إلا تلبية لدعوة متجددة يطلقها قائد الحركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشكل أسبوعي كما هو معروف، وتتعدد عناوينها. فما سر الالتفاف اليمني حول الحوثي؟ هذا ما سأتكلم عنه في هذا الفيديو، فكونوا معي التفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. طبعا الجميع يعلم أن الحوثي كان حتى العام 2011، وهو تاريخ الانتفاضة الشبابية في اليمن التي عاصرها الجميع، كان الحوثي يكاد يذكر، ما حد كان داري به، وذلك بسبب الآلة الإعلامية التي كرست لشيطنة الحركة بالتوازي مع جمع عسكري استمر لنحو 10 سنوات بدأ من 2002، لكنه الآن أصبح محط إجماع يمني حتى في مناطق سيطرة خصومه، وإن تلاشت مظاهر التعبير والتفاعل بفعل عمليات الجمع والحظر والاستهداف لكل مؤيد له. نعم، لقد صدع نجم الحوثي بشكل أكبر في ثورة 21 من سبتمبر من العام 2014، عندما حمل على عاتقه مسؤولية تصحيح الثورة التي أجهضتها التحالفات السياسية بغية العودة للسلطة وتقاسمها. ومنذ ذلك الحين أيش حصل؟ الذي عارف يقول لي في التعليقات أيش حصل. الذي حصل من جهة يعني من حسب وجهة نظري هو اتساع القاعدة الشعبية للحوثي لتشمل معظم المحافظات اليمنية، لأنه أثبت بثورة 21 من سبتمبر أنه الأجدر في إدارة البلاد والأقدر على مواجهة التهديدات، سواء أكانت خارجية أو داخلية، وهو الأقدر على إعادة تشكيل اليمن في وعي الإنسان اليمني بصورتها الثقافية والاجتماعية الرفيعة بعد عقود من التدهور بفعل الممارسات التي فرضها النظام السابق وأعانته الأنظمة الغربية بهدف غرس قيم قادمة من خلف الحدود. بعد ذلك أيش حصل؟ ازدادت محبة الحوثي في قلوب اليمنيين، وذلك مع قراره التصدي لعدوان السعودية والإمارات الذي كان عدوانا واسعا في العام 2015، وبذلك ارتفع رصيد الحوثي مع نجاحه في المواجهة بإمكانيات بسيطة في إدارة المعركة لصالح اليمن وقلب موازينها لصالح البلد الذي كان الأخير في قائمة الاهتمامات الدولية. اليوم أصبح بفضل قيادة الحوثي البلد الأول في قائمة الاهتمامات الدولية نتيجة ما يقوم به اليمن من بطولات في 5 بحور: البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط وخليج عدن.
اليوم وبعد نحو 9 سنوات من الحرب والحصار الإقليمي، وبعد ملحمة طوفان الأقصى، ونحو 2 عامين من المواجهة مع أقوى الدول وأكثرها نفوذا حول العالم، اتسعت قاعدة الحوثي أكثر لتشمل ما شو الشعب اليمني بكله، لا لتشمل معظم الدول العربية وبعض دول العالم. وبرز الحوثي كآخر الحصون المدافعة عن اليمن أرضا وإنسانا وعن القضايا العربية العادلة، ليترسخ في أذهان اليمنيين كبطل يمني وقومي، أقول قومي وقائد من الطراز الرفيع. لذا ومع ما وصل إليه الحوثي من مكانة في قلوب العرب واليمنيين، فإنه لا يزال خط الدفاع الأول عن قضايا الأمة وأولها اليمن، وهو اليوم يلقي بكل المكاسب بعيدا ويعرض كل الإتفاقيات للخطر، بل وحياته أيضا. هذا كله ليش؟ ليقول لخصوم اليمن ويبدي استعداده لمواجهة أوسع، ليقول لهم أن المساس بقوت الناس والتلاعب بحياتهم خط أحمر، ليبقى بذلك القائد الوحيد الذي عرفته اليمن، الذي يفتدي نفسه لخدمة المجتمع وحماية مصالحه، وبدونه كان يمكن لليمن أن تصبح صومال آخر تخيم عليها الصراعات الأهلية وتتجاذبه المصالح الإقليمية والدولية، في وقت يغرق فيه شعبه بالمجاعة ومضامع هوامير الفساد في مجتمعه. طبعاً الذي عنده رأي آخر لا مانع من أن يقوله أو يكتبه في تعليق. وإلى هنا وصلت إلى آخر كلامي، أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.